رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، ودلوقتي هنتكلم عن النكد. أيوة النكد، أو بمعنى أصح يعني عن الست نكدية زي ما الرجالة اللي بيقولوا. هل الست المصرية نكدية فعلا؟ طيب إيه حكاية الدراسات والأبحاث عن اللي كل شوية الحياة بتطلع وخلاص هي ثبتت على الست، وتقول إن الست المصرية هي الأكثر نكدا في العالم؟ لا، وكمان الست المصرية بتميل للحزن والقهر القهر وبترفض اي استجابه للمؤشرات الايجابيه، من الاخر كده كائن سلبي، يعني كائن ملوش لازمه، وبتعشق الاحساس بالظلم، وبتميل دايما للخناق والزعيق والمشاكل والنكد. طيب هل الدراسات دي حقيقيه ومبنيه على اساس او اسس علميه، ولا الست المصريه مظلومه، ست كيوت وجميله والراجل بقى، يعني هل الراجل هو اللي بيوصل الست للمرحله دي؟ كلام كتير جدا هنعرفه، محتاجة أسمع رأي الرجالة والستات، والستات يمكن أكتر يعني، عشان برضو إيه يعني يدافعوا عن نفسهم شوية. كل المواضيع دي هنتكلم فيها مع ضيوفي المنورين النهاردة في استوديو كلام البنات، أستاذ أماني القصاص الكاتبة الصحفية، أهلا بيك يا أستاذ أماني. كمان أستاذ أحمد الهواري الكاتب الصحفي. إزيك يا أستاذ أحمد؟ مش متعود على كلمة مش متعود على أستاذ أحمد وأماني بقى يعني خلاص. مش متعود منك أنت بقى. في يعني لا، ما أنا بحاول، بص بقول لك كده عشان إيه تبقى في صفي، إن الست المصرية مش نكدية. أنت شايفة كده؟ أيوه. ربنا يحاسبك. انا بكذب طبعا اكيد والله. طبعا ليديز فيرست، فابدا باماني. ايه اللي وصل الست المصريه ان هي تبقى على فكره الست المصريه محبه للحياه جدا، وبتضحك وبتخرج وبتروح وبتيجي، لكن مؤخرا هي فقدت بهجتها وفقدت كده بريقها، ليه؟ ما ينفعش نتكلم عن المراه ككائن مفصول عن المجتمع. نتكلم الاول على المجتمع المصري، هل هو مجتمع سعيد ام مجتمع تعيس؟ الست والراجل في مصر الاثنين بيتعرضوا لكم من الضغوط الغير انسانيه، بيتعرضوا لكم من الممارسات في اسعار، في ظروف تعليم، في ظروف تهديد نفسي بيتعرض لها الانسان في مصر عموما، مش علشان هو راجل ومش عشان هي ست، الاثنين مشتركين يعني في المعاناه اليوميه. اوكي، نيجي بقى لنص المجتمع. أيوة. ونشيله أضعاف النص التاني. يعني هي شايلة الفلوس، شايلة الأسعار، شايلة المشاكل. الكاميرا تيجي على أحمد ثم معترض بس ثم يعني. لا ما يعني ما مستمتع. إيه ما عندهم شغل الاعتراض. ما عندهم شغل الاعتراض. ما هو هيعمل إيه يعني؟ هو هيعمل إيه؟ هو ما يقدرش يكذب. لا ما يقدرش يكذب ويقول إنه إحنا مش عايشين كده. تيجي للنص التاني بقى بتاع المجتمع، اللي هو المفروض اللي هي محتاجة قدر أكبر من الراحة، قدر أكبر من الدلع، قدر أكبر من الأمان، الحنية، وتحمليها الطبطبة، وتحمليها فوق اللي هي محتملاه أصلا كفرد في المجتمع، بتحمليها بقى مشاكل، عدم ثقة بالنفس، خيانة. في الشارع لو خرجت بحد بيضايقها، الإعلام بيقول لها، بعض القنوات بتقول لها كل حاجة بتعمليها حرام، الزوج بيحملها فوق طاقتها، بتتحمل مسؤولية البيت كاملة وهي بتشتغل، وفي الشغل عادة بتتحمل أكتر من كده. يعني أنت قصدك تقولي إن الست المصرية مش طبعا نكدي، لكن الحاجات اللي حواليها هي اللي بتوصلها إن هي تبقى على طول تعبانة. المرأة المصرية لو هي كائن أضعف من كده قليلا، كانت اصبحت الجرائم النسائيه في مصر 1000 ضعف مما هي موجوده دلوقتي، لانه اللي بيحصل يخلي الست كائن متوحش وليس كائن طبيعي. اللي بيحصل من ضغوط الراجل على فكره، انا شايفاك معترض. لا ضغوط الراجل، معلش خلينا نتكلم. الراجل اللي بيعمله في الست بيهز ثقتها بنفسها. اللي بيعمله في الست ان هو بيحملها فوق طاقتها ويعوض مركبات، يعني لو حد مضايقه في الشغل يجي هنا الست اللي في البيت. لو هو عاطل يبهدل الست اللي معلقة ان هي بتشتغل، لو هو افقر منها او اقل تعليما منها يطلع روحها. طيب خليني بقى اسال، ولو هو كويس برضه يطلع روحها. فهي لو استمرتوا بالحديث ده الساده المصورين هيسيبوا الكاميرات ويمشوا، والمخرج يسيبوا مش حقيقي. لو بنقول كده بقول كده، بقول حضرتك ده حقيقي ولا لا؟ هل تعاني المراه المصريه ولا تعاني؟ طبعا. طيب الست المصريه احمد نكديه؟ هل الضغوط اللي عليها زي الضغوط اللي على المراه اللبنانيه؟ لا، الست المصريه زي الضغوط اللي على المراه الفرنسيه؟ لا، بصي المراه الامريكيه، كلنا كل الستات والرجال عشان نبقى حقانيين، في مصر بيعانوا الستات والرجال عليهم ضغوط، لكن بجد نتكلم بجد. لكن ما فيش راجل بيمشي في الشارع والستات تتحرش بيه؟ الست المصريه نكديه؟ يا ريت محدش يقول لا.
يعني حد هيعرف يعني لو هي دي المشكله بالنسبه لي. مفيش اعلام بيقول لك ان انت على بعضك حرام وهتروحي النار وانت وقود النار وانت مش عارفه، فبالتالي ينكدوا عليكي. لا لا سيبك من دول، وبالتالي اخوك ينكد عليكي في البيت، وباباك ينكد عليكي في البيت، والمدرس ينكد عليكي في المدرسه، وجوزك ينكد عليكي، فبالتالي تكوني تائه مشوه بعد شويه. نكديه سوري، لا مش نكديه، قولي بقى. ست مصريه نكديه؟ الست المصريه عندها ازدواجيه. ايه هي الازدواجيه؟ ايه بقى؟ هي عايزه تبقى راجل وقت ما تبقى هي عايزه، ان يبقى ليها حقوق. المجتمع بيفرض عليها ده. معلش مش معلش هي معلش ثانيه واحده بس، مفروض عليها. لا لا هي عايزه، هي عايزه تبقى عليها راجل وتتساوى بالراجل في وقت ان هي تبقى حس انها تقدر تعمل. يعني حضرتك النهارده عايزه تبقي زيك زي المذيع، هي عايزه زيها زي الصحفي زي الكاتب، وده حقك حقكم او حقها او حقكم في مجال العمل. حقي طبعا وبمزاجي، وقت ما احب احس ان انا ست واني ملزومه منك، وانك لازم تقول لي وتعمل لي وتجيب لي وتودي لي وتشتري لي وتعمل لي، ببقى ست. ازدواجيه في ايه؟ ان هي بتبقى بالمزاج. يعني عاملك انك راجل ولا عاملك انك ست؟ يعني عاملك انك اني واحده؟ لا لا لا، وبره البيت، بره البيت ثانيه واحده بس، بره البيت احنا دلوقتي في شغل صح؟ حضرتك النهارده المفروض جوزي يعاملني زي زميلي في الشغل. طب انا اقول لحضرتك بس، النهارده حضرتك زيك زيي، هنفترض ان احنا ما فيش عربيات تروحنا. حضرتك لو هم ما روحوكيش، حضرتك تقولي ازاي تسيبوا واحدة ست واقفة في الشارع؟ ده راجل يتصرف. يعني اصبحتي النهارده وقت ما تحتاجي تستخدمي الاسلوب. لا لا احنا ما بنتكلمش على لان فعلا ربنا خلق الراجل راجل والست ست. انت بتتكلمي عن المجتمع الفرنسي والمجتمع الامريكي والمجتمع الانجليزي. مجتمع المجتمعات اللي بره دي لو هم بيتكلموا في مساواة فهم بيتكلموا في مساواة مطلقة، لو بيتكلموا في راجل وست فبيتكلموا فيها بشكل مطلق. يعني ايه؟ يعني بره ما فيش الجواز زي عندنا، ان الست عايزة ذهب وعايزة شبكة وعايزة شقة وعايزة تأمن لي مستقبلي، انا ست وانت راجل وموزع. دي ثقافة مجتمع، ثانية واحدة، دي ثقافة مجتمع بتاخد نص فلوس لانها بتشارك معاه. لانها ثانية واحدة بس، لانها بره بتشارك معاه في كل حاجه. هنا انتوا بتاخدوا الثمن مقدم، فما خلاص هم هناك ما بياخدوهوش مقدم. هناك هنا بيكون نادل معاها ويقول لها اصرفي على اولادك. على فكره مين نادل مع مين؟ اول ما بيطلقها، اول ما يطلقها بالظبط يسيبها. هو هنا بس هو الفرق، هناك واخده حقها ثلاث وثلاث، هناك واخده حقها ليه يا نرمين؟ هناك بتبني معاه من الاول، وهنا ما بتبنيش معاه. لا هنا لا، هنا بتاخد حق مقدم، الشقه باسمي نصها، الشبكه حق ايه مقدم؟ هي مش ثمن، هي بتاخد ثمن. طب تعالي، هل في النهارده بيت بيوافق او واحده بتوافق تتجوز كده ببلاش؟ يعني انا النهارده لو طلبت ايد نرمين مش هتقولي عايزه شبكه الماس زي صاحبتي؟ لو ما عملتيش انت كده وحافظتي على نفسك من الاول، هو ما بيتحملش المسؤوليه، ويبقى في الاخر هتلاقيه ابن مامته، وهتلاقيه متدلع، وهتلاقيه يقول لك انت اشتغلي. احنا كده رحنا في حته، علشان نرجع للحته دي نرجعك. انا بس سؤالي واضح وصريح ليك يا احمد هواري، ولا هنتكلم كلنا يا احمد هواري؟ سؤالي ليك واضح. المراه نكديه؟ الست المصريه اقول عليها في النكد لسبب ليه؟ واحد ليه؟ طيب اهو قول لي ثانيه واحده بس، بالراحه اهو. اوكي نهدى بقى، ريلاكسيشن يعني. الناس في البيت اتوترت. يعني تعالي نقول كده بالراحه كلمتين ببساطه. انا ممكن تبقى هي مش النكديه لوحدها، هي والراجل. هنتكلم بجد كده، انا بقى كده هنتكلم بس. ولكن النهارده فيك واحد هو القادر على حل المشكله، فلو المشكله ظلت قائمه يبقى القادر على حلها هو اللي مقصر. يعني ايه؟ يعني الست هي الترمومتر بتاع البيت، هي الست هي ميزان رمانه الميزان بتاعت البيت. النهارده الراجل لو في نكد او في شده او في عصبيه، الست هي اللي قادره انها تفلتر الجو ده في خمس دقائق لو هي عايزه. طب هي اوريدي، معلش بس لا، على فكره ثانيه واحده بس، لا الست برضه ما هي عليها اعباء. طب اللي هي ايه؟ اديني بقى فرصه اتكلم انا. والراجل بتروح شغلها، بترجع من شغلها، بتودي للعيال الدروس، وبتودي تمارين، وبتقعد تطبخ وبتنظف وبتنشر، كل ده الراجل بيعمل ايه؟ بيروح الشغل يجيب فلوس يرجع يروح يرجع يقعد. هو بص مفيش حاجه اسمها يجيب فلوس. فجأة قرر يرجع. مفيش حاجه اسمها يجيب فلوس. بص هقول لك على حاجه. لو انت شايفه ان الراجل مصدره انه يجيب فلوس، يبقى خلاص انت ما دام بتعرفي تجيبي فلوس، فانت بقيتي تعرفي تجيبي، بقيتي مصدر للفلوس في البيت. انا كنرمين بالنسبه لي لا، الراجل مش مصدر فلوس بس، الراجل مصدر حنان وحنيه. الله ينور عليك. وامان. مفيش حاجه اسمها بيروح البيت، حاجات كتير. مفيش حاجه اسمها بيروح البيت ويجيب فلوس. على فكره لو احنا هنتكلم ونسفه من كل شيء، فانا النهارده هقول لك انت ما بتشتغليش، بتيجي تقعدي على الكرسي في التكييف وعامله ميك اب وشعر وحاطه ايدك كده وبتتكلمي. ده انت اكتر واحد عارف بتتعبي. ما هو احنا ما ينفعش نسفه لده. ليه؟ لان كل واحد من اللي موجودين بيتعب، سواء بره او جوه، وكله ميسر لما خلق له. المصور اللي على الكاميرا بيتعب، المخرج اللي في الكنترول بيتعب، المعد بيتعب، المذيع بيتعب. عشان الراجل بقى في اعباء، مش لازم تبقى اعباء، ممكن يبقى اعباء عضليه، ممكن يبقى راجل صح شغله انا موافقه جدا يدوي وبيتعب، وممكن تبقى اعباء. طب لو الراجل مهننها في البيت، لو الراجل كده ايه بيدلعها كويس يعني. لا لا والله ما بتكلم عن بيدلعها بيعملها وبيخرجها وبيطبطب عليها وبيحتويها. ليه لازم تنكد؟ ليه هنكد؟ ليه يبقى انا بني ادمه مش طبيعيه؟ ما هو لا، عايز اقول بس على حاجه. بصي تاني للمره المليون، الكبر اللي بقى في ازدواجيه شخصيه الست بقى عندها نديه بتاعه راجل.
بقى عندها بقت تتعامل ان الراجل انها ند للراجل. لا ما ينفعش انا النهارده دايما بقول ان قوه المراه الراجل اللي حاطط في باله كده. لا لا هي الست اللي كده. انا دايما اقول قوه المراه ان انت لو نجحتي ان انت لو نجحتي فانت بالتالي هتبقي راسك براسي وهتعملي مشاكل، فبالتالي انا طول الوقت ضد نجاحك. ليه مين قال كده؟ بالتالي انا طول الوقت لازم احسسك انك مش حلوه، لازم احسسك إن انت مش محتاجالي وان انت محتاجالي. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، وانا ليه من نفسي ثانيه واحده بس، وانا ليه من نفسي كست ايه العيب ان انا ابقى محتاجه للراجل؟ يعني ايه العيب ان انا اوصل له اني محتاجه له من غير حاجه؟ ايه العيب في ده؟ ايه العيب ان انا لازم احسسه ان انا قادره ان اعمل كل حاجه وانا تمام وانا بشتغل وانا ناجحه؟ هو محتاجني ليه ما نعيش مع بعض؟ لا لازم لا 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 لازم اخليها ان احسسه ان انا محتاجاه. لا احنا هنكمل كلام، هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلام، هنتخانق هنا شويه يا جماعه ونروح لفاصل ونرجع لكم تاني. لو المصورين والمخرج كملوا يا جماعه. انا كان نفسي تشوفوا بس في الفصل يعني هنا كان بيحصل ايه، يعني احمد مع امين. الست كائن غلبان ورقيق وضعيف. طب بذمتك انا قلت لك ايه؟ بس انا ما اقدرش اقول كده قدام الناس عشان الكتابات بتاعتي. انا قلت لك ايه بذمتك؟ انت قلت لي الست كائن غلبان ورقيق وضعيف، قوتها في ضعفها. هم قالوا لي احنا هنغير كلامنا على الهواء. اماني قالت لي انا هنغير كلامي على الهواء عشان ما ينفعش ابقى مؤيده ليك، لازم ابقى معارضه. فانا قلت لها ماشي. يا نهار ابيض اماني، دايما الرجاله بتكذب. بصي الست المصريه نكديه، الراجل المصري خير. طبعا. طيب احنا خلينا نقول حاجه، عنده مشاكل احنا نزلنا الشارع يعني. كاميرا كلام البنات نزلت الشارع وسالت الناس، حد اتحرك فيهم؟ المصريه لا سالوهم معلش، هم نازلين مع 10 رجاله برضو، ما هي اللي نازله تصور في الشارع معاها كرو مصورين ومخرج ومش عارفه ايه، فمحدش هيتحرش بيها. لكن واحده طبيعيه تقدر تنزل في الشارع؟ تنزل عادي. سوري يعني لما بشوفها بتنزل بتتريض في مدلب عادي. اه في مدلب نان. ده انا وانا مش ساكنه هنا اصلا. ايوه انت ساكنه هنا. يا جماعه تعالوا نشوف راي الستات لما سالناهم مين كمان السبب في ان الست المصريه فقدت بهجتها وبقت نكديه. تعالوا نشوف ونرجع. ايه سبب ان الست فقدت بهجتها؟ هل بسبب ان الراجل بينكد عليها ولا الست هي اللي بتنكد على الراجل؟ لا طبعا الست هي اساس البيت كله، هي الاساس. لو البيت فيه نكد هي من الست، لو البيت فيه فرح من الست. هو شايف ان الست تبقى مصدر اسعاد كل حاجه، مثلا لو عايز حاجه هي الست اللي هتعمل. يعني انا زهقت من الشغل هي تبسطني بالعافيه، او طلع مثلا مدير زعق معايا في الشغل هطلع اروح اطلع زي فيها. طبعا الرجاله هي اللي بتنكد على الستات، عمر الست ما بتنكد على الراجل عمرها. يعني ضغوط الحياه في دراسه الاولاد، في التعامل مع الزوج نفسه، بيبقى بردك حالته النفسيه بره في شغله، ضغوط الحياه ليه، فالمفروض الاثنين مع بعض بصراحه ده يستحمل ده شويه. هو الحكايه مش ان هي تفقد بهجتها عشان النكد او اي حاجه، هو الشغل والعمل والبيت والاولاد وكل الحاجات دي مأثره عليها طبعا. لا ولا الست بينكد على الراجل ولا الراجل بينكد على الست ولا دي ولا دي، الاثنين بيكملوا بعض. ده اللي انا شايفاه. ما هو الرجاله بتقول ان الستات نكديه، ده بيقولوا كده ليه؟ مش كل قاعده ليها شواذ. الستات دلوقتي بقت مضطره ان هي تشتغل كل حاجه في الحياه، يعني خلاص بقت هي المسؤوله عن كل حاجه. يعني الرجاله كان زمان هم اللي يشتغلوا وهم اللي يصرفوا، هم دلوقتي لا الست زي الراجل. لا هو طبيعي ان الرجاله هي اللي بتنكد على الستات، عمرنا ما شفنا. يعني لو في نسبه ستات بتنكد فتبقى نسبه قليله جدا، بس الطبيعي ان الرجاله اللي بتنكد. ومن ناحيه ثانيه ان دايما الست بقت تشيل المسؤوليه اكتر. الرجاله هي اللي بتنكد على الستات، يعني بيدققوا، يعني ايه بيتلككوا، يعني اما بيبقى في مشاكل في الشغل تحصل بقى عصبيه تطلع علينا احنا. اكيد الراجل، الست دلوقتي ضغوط الحياه كمان عليها والشغل وتربيه الاولاد والحاجات دي كلها وكمان الزوج كمان، فبتبقى العمليه صعبه قوي. والله يا الستات كده كده ليها بهجتها، وكده كده اصلا الرجاله هي اللي ساعات بتنكد على الستات بسبب الضغوطات اللي بيبقى عليها وكده. شفنا يا جماعه ان يعني هو كان نفسي نسال الرجاله يا جماعه، يعني بس يعني المره الجايه ان شاء الله، او هيبقى معانا تقرير تاني رجاله، او بس شويه كده ونسمع راي الرجاله. شفتوا راي الستات؟ لا قول سريع. شفت سريع. كل الستات قالت ان الست هي اللي نكديه كده يا اماني. بس والله في حاجه بقى انا خدت بالي منها. ايه بقى؟ هقول لك بقى. في واحده بنت صغيره شابه يعني في الجامعه مش صغيره، اختلاف الوعي. انا كنت بقى. لا انا كنت وانا صغيره الوعي. اقول كده اقول لا الرك على البنت او على الست. انا مش عارفه ايه اختلاف الوعي. لما الواحد بقى دخل ارض الواقع ولمس. انا هسالك سؤال. انت كنت متزوجه مرتبطه صح؟ اه. طب هسالك سؤال بسيط. اتفضل حضرتك. لو انت زعلانه ايوه
وقررت انك تبقي زعلانه بياخد وقت قد ايه صالحك؟ ولو هو زعلان وانت قررتي انك تصالحيه بتاخدي وقت قد ايه؟ كنت بتبهدل قوي على بال ما بصالحه. لا 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 الراجل بيجي بكلمه، الراجل بيجي بطبطبه، بحضن، بحاجه، خلاص ما بيخلص. الست لو عشان الست تنكد، ما بتغلطش الغلط لو جيت تمسكها يا راجل، الست لو جيت تبص يلا غربه، لا مش طايقك، لا مش هتعمل لك، ولا عشان الراجل بيبقى غلطان غلط كبير جدا. ست عندها بوز عامل والله العظيم، ست عندها بوز عنده غلطات متراكمه. فبالتالي هي خلاص، هي لما انا افقد الاحساس انه هذا الرجل امين عليا، او افقد الاحساس انه هذا الرجل هو شريك حياتي، او احس انه هو بس موجود عشان يكسر مقاديفي، او ينكد عليا، او يضايقني، او يضيع ثقتي بنفسي، او 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 يخوني مثلا. فبالتالي والله بيعمل كل الحاجات دي، ده راجل منتج. فبالتالي لا، ده هو كده راجل خاين وراجل ناقص وحاجات تانيه، راجل مجتهد، راجل مجتهد والله. فخلينا بس نتكلم، لما هو يعمل ده كله مش مطلوب مني ان انا اكون فقد الذاكره واعدي ده كله ببساطه شديده. أيوة. او انه يجي يصالحني فكانه مثلا عملت الاكل زائد ملح، يعني لا. بقول لك ايه، في حاجات أماني. في حاجات عميقه، وفي حاجات بتضايق، وفي في حاجات عميقه، وفي حاجات بتاثر في الست وما بيتمش المسامحه عليها. لو جوزك مخرجك دلوقتي ولبستي دريس الجميل ده وعملتي الميك اب في 3 ساعات، وجيتي في الاخر حصلت حاجه من اللي بتضايقك وانت نازله، هتعملي مش واخده بالك عشان الخروجه ما تبص، لكن لان ده هي دي الست، لما تبقى مقرره تستمتع هتستمتع، مقرره تنكد هتنكد. لا خلاص. ليه بقى؟ اقول لك نفس الحاجه دي، لو هو ما عندوش، يعني لا ثانيه واحده معلش، لو انا معايا ما نقاش، ما يعمل سكينه المعجون ونعمل البويه دي كلها. لا 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 ولا بتفرق، بنقلب الترابيزه عادي جدا، ولا فارقه. انا نازله مع جوزي ولقيت مثلا مسج، ايه هاي بيبي انت فين؟ لا تعالى لي بقى اقول لك انا فين، تعالى اقول لك هو فين، تعالى اقول لك هو فين. لا لا مش لدرجه هي، لو اهني، لو اهني، لا لا ما فيش حد، فيش راجل في موقف. لا في، لا 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 لا، هو بيبقى مش راجل، بس الفكره احنا دلوقتي مش هنتكلم في اخلاقيات الرجل، لكن احنا بنتكلم انه هناك امور تخلي الست فعلا تفقد بهجتها. كام راجل فخور بمراته، بيشجعها على الشغل، بيشجعها، موجودين. خلينا نتكلم بحقيقه، لا النسبه قد ايه؟ موجودين. النسبه قد ايه؟ وفي اي شريحه اجتماعيه؟ خلي بالك، يعني الشرايح الأدنى لا، عايشين حياة غير أدمية بالمرة. يعني الشرايح الأدنى، شوفي كل الشغالات، كل اللي هم الأدنى تعليميا بيصرفوا على جوازهم مثلا، فمطلوب ويضربها ويهنها ويشرب مخدرات ويهددها انه هيتجوز عليها ويعمل، فهي مطلوب منها ان هي تبقى سعيده ولطيفه وتتعامل معاه كويس، مبسوطه جدا، ولا بتنكد عليه، ولا بيبقى في حاجات بتوصل لعنف منزلي وبتبقى بتتكلمي على النورمال ولا بتتكلمي على حالات؟ لو انت هتكلميني عن النورمال، انا بتكلم على شرايح اجتماعيه. لا لا كبيره، مش كل الشرايح الاجتماعيه اللي عندها الايمج العادي، كل الشرايح. لا لا، حتى الشرايح الاجتماعيه الاقل، او الشرايح الاجتماعيه لا، فيها رجاله ورجاله بتصرف على البيت. انت اللي انت بتتكلمي عليه دي شرائح او حالات خاصة، يعني لا حتى الادنى اجتماعيه. على فكره الراجل المصري طول عمره هو اللي شايل البيت. الحالات شاذه بقى، لو هنستخدم كلمه حالات شاذه، 30% من الاسر المصريه بتعيلها امراه، 30%. ليه؟ عشان الرجاله فين؟ عشان الرجاله، الدراسه بتقول الرجاله فين؟ عشان الرجاله لا 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 لا، في بيشربوا وبيتعاطوا مخدرات. لا لا لا، في الشرايح الادنى. طب بما احنا بنتكلم عن الرجاله برضو، احنا تعالوا نشوف احنا الرجاله بقى في الشارع. سالنا الرجاله مين السبب في ان الست المصريه فقدت بهجتها رجاله وبقت نكديه؟ هل الراجل ليه دور؟ تعالوا نشوف ونرجع. اهو اتفرج. الستات شايفه ان الرجاله السبب في انهم نكديين، راي حضرتك ايه؟ لا خالص، ما انا بشوف ان الطرفين هما بيكملوا بعض، انما ما فيش حد بينكد على حد. والله يا الست المصريه بطبعها ان هي نكديه اصلا، وبعدين ده اخده رقم واحد على العالم في النكد. ده الدراسات اللي بتقول كده، مش احنا اللي بنقول كده. طبعا عقلها صغير وما بتقدرش تستجيب للراجل، وما بتقدرش تعرف الراجل عايز ايه، وتعمل لازم تكون عناديه ولازم تكون نكديه. يعني ايه السبب ان الست فقدت بهجتها؟ ظروف الحياه، وطبعا والدنيا مش زي الاول، اختلاف الوقت اللي احنا فيه، الوقت اللي احنا فيه غير الوقت بتاع زمان. هم الستات حاليا متحفزين شويه للرجال، يعني عايزه تراقبه على طول، وعايزه تتابعه على طول، ومش عايزه يخرج خالص، عايزاه في البيت على طول. يعني لا، الستات هم السبب في ان الرجاله ينكدوا عليهم. كل الستات نكديين اصلا، ازاي الواحد يعيش من غير نكد من غيرهم؟ ده هم النكد اللي موجود في البلد بتاعنا. هما بيقولوا بقى ان انتوا السبب، ايه رايك؟ السبب بيرجع للست مش للراجل. الست اصلا ولا هي اصلا مريحه في البيت، مش هيبص لبره، مش هيبقى فيه نكد. لكن هي اصلا طول حياتها العيال، المحشي، ورق العنب. مش كلام حقيقي، ستنا حواء خرجت سيدنا ادم من الجنه،
يعني دي حاجة وراثة من أيام ما الدنيا نشأت وهم في طبعهم النكد. واسألين أنا عشان أنا أكتر واحد مجرب الحكاية دي. يعني الراجل طالما الست عايشة معاه بمرض الله هي هتنكد عليه ليه؟ ده هو أثر معاه في أي حاجة في واجبات البيت. الراجل دوره كراجل إن هو يكفي بيت من كل حاجة. ستات في طبعا واحدة ست نكدية وفي واحدة ست كويسة يعني. الهواري لو كنتوا تشوفوه قاعد بيتحرك حاطط رجل على رجل عامل كده كان مبسوط قوي الحقيقه. اول ما رجعنا راح رجع للقواعد. اقعد عادي على فكره بيتك ومطرحك يعني مبسوط انت من الكلام. ببص على رياكشناتها وهي بتتفرج على التقرير. اصلا هو كان مبسوط قوي يا جماعه من سعيد قوي بيتفرج على البنات. قال لك ايه مش خناقه يا جماعه. قولي انت متجوزه يا امانه؟ مش خناقه انا متجوزه راجل محترم جدا. طب يا ريت يكون بيتفرج علينا وهي بتسوى سمعه الرجاله كده. لا 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 انا جوزي مختلف. انا جوزي اكسبشن لوحده ولا في ناس؟ لا بجد استنى بقى نتكلم على حاله واقعيه. يعني انت متجوزه بتنكدي عليه؟ اكيد طبعا طبعا طبعا. ليه يا امين؟ هو بينكد عليكي بقى؟ لو عمل حاجه تضايقني بنكد عليه. هو بينكد عليكي؟ طبعا اكيد طبعا. لا طب انت تعرفه يعني إيه؟ انت تعرف منين؟ هو لا يعني لا بصي هو لا محدش يعني يسلك معاه والله صعب والله. هو لا 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 طب انا جوزي ايه اللي ما تتكلميش عنه؟ بما انك انت ست متزوجه ومعانا هو انت في الاستوديو ايه الحاجه اللي تخليكي ان انت تنكدي بقى على جوزك وتبقي خلاص بقى قافله فعلا؟ لو ما رعاش خاطري في حاجه طبعا ازعل جدا. وقت يعني الزعل بقى قد ايه؟ بيبقى كتير يعني؟ لو عمل حاجه على حسب الـ حسب الـ الموقف الحاجة يعني. طبعا طبعا لو ما رعانيش في حاجه او تجاهل مشاعري في حاجه طبعا. طيب احمد بجد بقى لو 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 لو, لو الواحده وجوزها اتخانقوا هو بيبقى عنده مساحه ان هو يخرج بره البيت يغير جو يفك شويه ويرجع. هي قاعده اللي هي بتبقى قاعده بالظبط قاعده زي ما واحد بيقول لك ايه زي ما سمعنا كده قال لك ايه اصل قاعده للمحشي ولا طب ما حضرتك المحشي ده حضرتك بتاكله والعيال دي والعيال دول ولادك. بص هقول لك على حاجه. بص لو نتكلم بجد هقول لك علشان عقد الشراكه نفسه اختلف عن زمان. موافقه. فعقد الشراكه ده وسبب اختلافه هو غلط مش صح مش تطور مش زمن مش بتاعنا. مامتك ومامتي وجدك وجدتي والناس بتاعت زمان كان عقد الشراكه بينهم واضح. من حقك تنجحي وتشتغلي وتعملي الحاجات اللي هي اكستريم عن المطلوب منك ولكن ما تخليش في المطلوب منك. من حق الراجل مش حقيقة على فكره الكلام ده خالص. لا انا مش هكمل. انا مش هكمل يا مني بصراحه. هقول انا مش حقيقة. طب هقول اجتماعيا غلط ده. لا اجتماعيا صح. هو اجتماعيا اجتماعيا النهارده. بص عقد الشراكه ان انت تنجحي بس انت في البيت تنجحي في الصياغه والتطريز والعيال والبتاع تتعلمي بيانو في البيت وبتاع فالستريس عليكي اقل. ده كان عقد الشراكه. لا عقد الشراكه ممكن تشتغلي. بصي يا مني بس ان انا ممكن اشتغل. بنتكلم على مجتمع. المجتمع النهارده اجتماعية. انا النهارده مش بالمزاج يعني. انا النهارده هرتبط بواحده هتجوز واحده. انا عندي دور وهي عندها دور اساسي وهي عندها دور اساسي. اللي يقدر يزيد عن الاساسي ده وما يخلش بدوره اوكي. بمعنى ان حضرتك النهارده عندك التزامات زوجه قدرت انك توفيها وتكفيها وعندك وقت زياده انك تعملي دكتوراه ماجستير تيجي تقدمي برنامج بما لا يخل باساسياتك تعظيم سلام. طب ولما بقى الشغل ده او انا مجبره ان انا اشتغل؟ لا مجبره ان انا اشتغل لظروف الحياه وضغوط الحياه كتير. عندنا مدارس وعندنا حضانه وعندنا اكل وشغل يعني الدنيا. طيب. دلوقتي بقت مش مستحمله ان واحد بس اللي يشتغل. لازم احنا الاثنين نشتغل. ما انا بقول لك تبقى هي العلاقه دي لو هي قدر الطرفين يوفقوا اللي انت بتقوليه ده يحصل. أوكي. ما قدروش تبقى علاقه ما تنفعش اصلا ما يتجوزوش احسن. لانك انت لو انت هتتكلمي انها تطلع تعمل الحاجات دي عشان ضغوط الحياه فهيفضلوا يتقشوا مع بعض طول اليوم فتبقى الحياه نكد فهتؤدي بطلاق وتشرد اطفال او هتؤدي بحياه منتهى النكد سواء هو بقى خانها او ضربها او حصلت منهم مشاكل. يبقى الافضل من كده ما يتجوزوش احسن ما دام عقد الشراكه مش واضح. حضرتك هنا القناه دي ليه ماشيه كويس؟ كل واحد فيكم عنده حاجه اسمها جوب ديسكريبشن وصف توظيف للي هو بيعمله. كل واحد ليه دوره طبعا. حضرتك مذيعه. حضرتك ممكن تزيدي من الشعر بيت يعني النهارده حضرتك مذيعه جاهزه ممكن تجودي على الفقره تقولي للمعد بتاعك والله انا بص انا عملت ريسيرش النهارده على الموضوع فهقول ان نسبه الطلاق في مصر بقت كام وكانت كام انت بزود. لكن ما ينفعش. هل حضرتك بقى ينفع تبقي معد عديتي الحلقه؟ لا. ومش جايه عامله شعرك؟ لا. ومش لابسه؟ لا. في ميعاد الهوا؟ لا. مش جايه في ميعادك؟ ده الاساس بتاع حضرتك انك تقعدي على الكرسي ده جاهزه في ميعادك. قدرتي تزيدي اوكي ما قدرتيش يبقى التزمي باللي انت فيه. هو ده المشكله بالراجل والست. التزم ازاي؟ اختلاف المفاهيم ان اللي قلب الستات رجاله والرجاله ستات. طيب ايه هو؟ الست دلوقتي هي قاعده في البيت يعني بعيدا عن الضغوط. الواحد بجد يعني انا بتكلم انا حتى عن نفسي انا كنرمين ببقى جايه ماشيه مشوار طويل جدا والدنيا زحمه وعندي طبيخ وعندي ابني بس بفصل
خروج مثلا قاعده مع صحابي، قاعده مع شخص انا مرتبطه بيه، لا بعرف افصل. هو ليه ما بيفصلش زيي؟ يعني هو ليه الراجل ما يفصلش؟ عشان ايه نرمي؟ فمش هنكد لو هو فصل، مش انا مش هبقى نكد. هقول لك ليه بقى. هم ليه دايما كانوا بيقولوا وراء كل رجل عظيم امراه؟ ليه بقى؟ علشان الاهم من الـ من الـ من اللي قدام الصوره اللي هو اللي حضرتك قاعده فيها دلوقتي، الناس الكتير اللي ورا الصوره دي. طبعا صح كده؟ طبعا. طيب هو الراجل ده اللي بيخليه عظيم او بيخليه ناجح هو الحاجات اللي ورا الصوره، اللي هي الراحه في البيت، ايه ترتيب المواعيد، الراحه النفسيه، الاكل الكويس، الاهتمام، دي برضو مشاركة. الطبطبه، دي برضو هو مشاركة. ده مش مش ماشي ما ده مشاركه محتاجة. دي برضو ثانية. مشاركه حاجه حنان، محتاجه امان، محتاجه حاجات كتير. محدش قال لا، ما هو ده عقد الشراكه يا جماعه. والدك ووالدتك كانوا بيعملوا ايه؟ دايما اللي عايز يتكلم يقول الكلام ده، ومين نكد ومين نكد ومين بيعمل ايه. ارجع للقديم، ارجع للاصل. الاصل ان انا اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ارجع للقديم بقى. ست بيت. الام كانت ست بيت. طيب والراجل موظف. هل هي هل هذا يقل من قيمتها؟ هل هذا يقلل او يقل من قيمتها؟ ظروف المجتمع اتغيرت. ظروف المجتمع، ماله المجتمع؟ ظروف المجتمع اتغيرت. هل والدتك اللي هي، انا والدتي على فكره كانت بتشتغل، والدتي كانت يعني خرجت على المعاش وكيل وزاره في التربيه والتعليم، وكانت بتشتغل، بس كان في الاخر هي في التزام. هي كانت بتعمل لنا الاكل. كنا احنا اربع اخوات، كانت بتاكلنا وكانت بتغسل الغسيل وبتعمل البيت وبتنظف البيت، وما كانش في عندنا ناني، ولا كانش في عندنا واحده بتيجي تمسح ولا تكنس ولا ده. كانت بتعمل كل حاجه، وكانت مش في المقابل باباك بقى كان بيعمل ايه؟ كان بيهتم بيها وبيطبطب عليها. وعلى فكره هي اشتغلت، هي مش عشان الحاجه الماديه، مش هات بس، ما كانش بس الشغل اساسه حاجه ماديه، ولكن كان الشغل اساسه. وعشان كده طلعت رجاله محترمين. انا فهمت من ده بعد كده لما كبرت شويه، ان فهمت ان اللي كان الاتفاق، هي كانت عايزه تشتغل عشان هي كانت خريجه ليسانس اداب ومش عارف ايه، وعايزه تحس هي بتشتغل. فكان الاتفاق انك ما تبوظيش، ما تخليش في البيت، لو خليتي في البيت هتقعدي من الشغل. وكان الاتفاق، وخلفت اربع اولاد والموضوع كبر وقدرت تهتم بيه. لو ما قدرتش كانت هتقعد من الشغل. هي الاتفاق يا جماعه. يعني والدتك ما كانتش بتشتغل، كانت ست بيت. عن مجتمع، دي مش حاجه تقلل منها. انت بتتكلم عن مجتمع تاني. احنا اللي مبوظ هذا المجتمع. المجتمع يعاني. المجتمع ده كست وكراجل وكطفل وكشاب يعاني من امور اصعب من كده مليون مره. الا وهي الغلا المهول. الا وهي متطلبات الحياه المهوله اللي انت بتتكلم عنهم. الناس اللي طاف دول كانوا بيجيبوا تلفزيون واحد في البيت يعيشوا عليه طول عمرهم، بوتاجاز بعينين ويعيشوا عليه. من اسباب الغلا ايه هي؟ الشراء كتير. لا من اسباب الغلاء انه الدخل، دخل الفرد اقل. عارفه ليه دخل الفرد بقى اقل؟ ليه بقى؟ عشان بيخلفوا كتير ولا ايه؟ لا طبعا لا 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 ما دخلناش الموضوعات اكبر من الحقيقه. طب انا هرد. طب خلينا نسال ايه السبب. هقول لك على حاجه بس. لو انت كنت بتقولي ان نسبه الستات اللي بقت تشتغل دلوقتي عشان المجتمع تعب هي اكتر، هي قد الرجاله او اكتر، انت اثرتي على فرصه عمل الراجل. النهارده عايزه قعدنا في البيت. انا ما قلتلكيش قعدتي في البيت، بس انت وافتكري انك بتشتغلي. لا وافتكري انك بتشتغلي يعني عشان لا خالص انا مش موافقه على اللي انت بتقوله ده. عشان كده حضرتك انت مش بتاخدي فرصتي، انا بتاخدي فرصه غيري. انت النهارده لو ما بتاخديش فرصتي وانت بتشتغل، لو انت بتشتغل البادجت هيقسم علينا احنا الاثنين. ما هو خلي بالك انت مالك. ده ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام مش ممكن. على فكره لا يا هواري ما كانش ده اتفقنا. طب ايه بقوله غلط؟ طب ما كانش يا احمد يا هواري، انت عندك من خلال موقع وشوشه في موقع تاني اللي هو انتو بس موقع المرأة تمام، بيجي لك اكيد مشاكل عليه جدا. ايه بقى، ايه نوعيه المشاكل اللي بتيجي؟ ان الست المصريه نكديه؟ مش نكديه يا جماعه. امال ايه؟ طب ايه، انا عايز اعرف، عايز اخد يعني حاجات عشوائيه كده. بص هقول لك على حاجه. دايما بيبقى بيقولوا كده ايه يعني في العادي كده، بتبقى الست هي الحاجه الحنينه او الحاجه اللينه، والراجل هو الحاجه الناشفه. بغض النظر عن التوصيف كويسه، لا لا بغض النظر عن اي توصيف، مش مشكله بقى الحياه خلاص. لا مش مشكله الحياه. هو النهارده لو حياتك كويسه هتلاقي حضرتك ذكر، يعني حضرتك بتصلي انثى. سهده بالله، بس صلي على النبي، صلي على النبي. اول حاجه تعرضني فيها في الاخر حضرتك انثى صح، تتسمي بصفات الانثى. وبعدين فقيره غنيه مبسوطه زعلانه مضروبه ضربه. لا بس في شغلي ببقى ب 100 راجل، في شغلي ببقى ب 100 راجل، في البيت ببقى في البيت ست جميله. راجل انت اخترتيه انك تشاركيه حياتك، مش عدو، مش واحد جاي يخطفك. انا بتكلم في راجل اخترتيه بمزاجك. احنا مش عايزين نقول ان في حق عليا ولا خليني اقول لك يا اماني حاجه، ان في رجاله لا ست رجاله كويسه جدا. ده انا بتكلم بقى بجد قدام عيني انا شخصيا. الست فعلا مكفراه، هي طول النهار بتنكد عليه. ما هو بتزعق بتتخانق، تقول لك ايه لازم ياخد، لا هي دي انا هدي علاقه برضه غير سويه. احنا بنسعى لعلاقه سويه. العلاقه السويه دي
صعب تحقيقها في مجتمع غير سوي. المجتمع ده غير سوي لأسباب كتير جدا جدا، سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية. فبالتالي احنا بنسعى لعلاقة سوية، الست ست طبعا والراجل راجل طبعا، بس ما تحمليش الست كل حاجة وتهينها او تضايقها. طيب او تعمل وبعدين تقول لها ليه انت ما بقيتيش فرحوشه ولطيفه وجميله. طيب اخد بقى روشته كده عشان للاسف وقت الفقر خلاص بيخلص، اخد روشته منك ومن احمد. ازاي الراجل، خليني ابدا باحمد، ازاي الراجل يا احمد يساعد الست ان هي ما تبقاش نكديه؟ يعني لما تبقى تعمل نكديه بيعمل بيها ايه؟ انت كده بتقري ان هي نكديه، الرجال قوامون على النساء. فايه قول لي بقى، احكي لي. والله هو كل الموضوع بمنتهى البساطه ان كل واحد ما يقعدش يرمي على غيره. اعملي اللي عليكي حضرتك النهارده، شوفي دورك ايه واعمليه. حضرتك النهارده دورك مذيعه على الكرسي بتتكلمي وبتحاولي ضيوفك، اعملي دورك وبس، مالكيش دعوه انهي كاميرا اللي قطعه، مالكيش دعوه الصوت اخباره ايه، مالكيش، سيبي كل واحد يعمل شغله. البيت كده، حضرتك دورك ست، شوفي ايه دور الست واعمليه، مالكيش دعوه انا هعمل ولا مش هعمل. يمكن انا وحش، لما ما تعملش هعمل ايه؟ اتكسف على دمي واعمل. انت ما اخترتيش شيطان، ده جوزك. انت ما اخترتيش ابليس، انت اخترتي بني ادم انت حبيتيه وحبيته بعض وارتبطتوا ورحتوا وجيتوا وعيطتي لاهلك عشان تاخديه، وهو راح جاب بامته وما عجبهاش شكلك وقعد يتحال عليها، حصل كل الحاجات. فانت في الاخر مش جايبه عدو، وفي الاخر انت ارتضيتي ان واحد بيشاركك حياتك وبيشاركك اوضه نومك وبيشاركك سريرك وبيشاركك اهتماماتك وبيشاركك عمرك وبيشاركك ولادك. خلاص في ايه مالك يعني؟ اعملي دورك وبس، بس خليه وحش. هو وحش اكسفيه قدام نفسه مره واثنين وثلاثه، اكيد انا هتكسف من نفسي. انا هتكسف. انا لو لقيتك النهارده بتقولي يا استاذ احمد وانا عمال اقول لك يا نرمين، انت بتقولي يا استاذ احمد، هتكسف بعد شويه. يا اما هقول لك قولي لي يا احمد، او هقول لك يا استاذه نرمين، لان هي كده. وفي الاخر احنا مش اعداء، انت وجوزك اثنين شخص واحد، ده ربنا قال واخذنا منهم ميثاقا غليظا، صح كده؟ يعني ربنا قال اكبر حاجه رابطه هي رابطه الزوج والزوجه، والطلاق اللي هو حرمه هو قال لك انه ابغض الحلال عنده، اللي هو انفصال اثنين متجوزين. ولما اتكلم عن السحر قال لك انه يفرق به بين المرء وزوجه، يعني اقصى درجات السحر تفريق الراجل من الست. كل الحاجات دي تخليك تقول ان دي ست بتاعتي، ده الراجل بتاعي، يلا نطبطب على بعض، اللي غلطان نعديله والمره الجايه هيبقى بس احسن. بس هي دي وخلاص، هي دي الغلطان يا جماعه نعديله، ما نقفش عند كل حاجه. اخر كلمه اخدها منك يا امين، رفقا بالقوارير بس. قوارير برضو انت انا شايفين اهو، هو جامع بلاص ايه؟ بلاليس، جامع بلاص ايه؟ بلاليس. بشكركم، عايزه ابارك لك على مسلسل رحيم طبعا، كنت عامل دور قوي جدا في رحيم. كنت حاجه كده يعني، بس بجد لا، في حاجات جايه ولا ايه؟ والله يعني ناوي تدخل مجال التمثيل كتير، والله بفكر فيها يعني. ايوه اجي لك في حلقه فنان بقى مش صحفي. لا بجد والله كنت يعني، كنت انا كمان كنت مبسوطه بيكم جدا جدا جدا. الكاتب الصحفي احمد الهواري، بشكرك يا احمد. كمان الكاتبه الصحفيه اماني القصاص ولا القصاص؟ القصاص. بشكرك يا اماني. كلامنا عمره ما بيخلص، هنروح لفاصل بقى ونرجع مع بطله مصر في الخماسي الحديث ايه مدني. استنونا بعد الفاصل.